مرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الموجزة من القدس دوت كوم. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد اشتبكت مع معارضين مسلحين الجمعة قرب الحدود مع تركيا، وذلك في أول اشتباك منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة صباح أمس الخميس. والسوريون المناهضون للنظام يخرجون الجمعة في تظاهرات دعا ناشطون إلى أن تكون كثيفة في اليوم الأول بعد بدء وقف إطلاق النار تحت شعار ثورة لكل السوريين. مجلس الأمن الدولي يناقش الجمعة مسودة قرار لنشر قوة مراقبين في سوريا تلبية لطلب مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان. وسينشر نحو 30 مراقبا غير مسلحين في سوريا مبدئيا لمراقبة التقيد الهش بوقف النار، ويطالب مجلس الأمن الحكومة السورية بإعطاء حرية كاملة وبلا قيود لحركة المراقبين في أرجاء سوريا، وبوقف تحريك القوات باتجاه المراكز السكانية، والكف عن استخدام كافة أنواع الأسلحة الثقيلة في تلك المناطق، وبدء سحب التجمعات العسكرية من داخل المراكز السكانية وحولها. الرئيس السوداني عمر البشير يتهم جنوب السودان الخميس بأنه اختار طريق الحرب، بينما أكد رئيس دولة الجنوب سيلفا كير أن قواته ستتقدم إلى منطقة أبي المتنازع عليها والغنية بالنفط إذا لم تخرج منها قوات الشمال. المصريون يتوافدون صباح الجمعة على ميدان التحرير في قلب القاهرة للمشاركة في مليونية حماية الثورة التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين وقوى سياسية أخرى بهدف التصدي للمحاولات التي تسعى إلى إجهاض الثورة على حد قولهم. ويأتي هذا بعد موافقة مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون في جلسة ساخنة الخميس على تعديل تشريعي يمنع مساعدين كبارا للرئيس السابق حسني مبارك من شغل منصب رئيس الدولة، وفي مقدمتهم مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان الذي شغل منصب نائب الرئيس لأيام في العام الماضي. كوريا الشمالية تطلق صباح الجمعة صاروخا انفجر في الجو وسقط في البحر بعيد انطلاقه. وقد دانت الدول الغربية هذا العمل ودعت إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي. وأقرت بيونغ يانغ الجمعة بفشل إطلاق الصاروخ ما حال دون وضع قمر اصطناعي يحمله في المدار. وهذه هي المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية التي تبوء بالفشل لوضع قمر اصطناعي في المدار بعد محاولتين سابقتين في 1998 و2009. وقد دعت الصين المجتمع الدولي الجمعة إلى التزام الهدوء وضبط النفس في أعقاب فشل المحاولة الكورية الشمالية لإطلاق الصاروخ الذي سقط في البحر الأصفر بعد دقيقتين من إطلاقه. أخيرا في هذا الموجز، دار سوثبيز للمزادات العلنية في نيويورك تعرض التنويعة الوحيدة للوحة الصرخة الرائعة للفنان النرويجي أدغار مونك، والتي تعبر عن الشعور بمنتهى الرعب والتهميش. ويملك هذه اللوحة رجل الأعمال النرويجي بيتر أولسون الذي كان والده صديقا للفنان مونك وراعيا له عندما رسمها عام 1895. وستعرض اللوحة للبيع في الثاني من أيار مايو المقبل، ومن المتوقع أن يبلغ ثمنها نحو 80 مليون دولار في المزاد المخصص لبيع أعمال فنية انطباعية وحديثة، ما يجعلها إحدى أغلى الأعمال الفنية ثمنا بين اللوحات التي تباع في مزاد علني. لتفاصيل هذه الأنباء وغيرها زوروا موقعنا القدس دوت كوم. طابت أوقاتكم ودمتم بخير.